أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. تراجعت مبيعات العملة الأجنبية بالبنك المركزي العراقي إلى نحو 212 مليون و600 ألف دولار بانخفاض قيمته 46 مليون دولار عن مبيعات يوم أمس الأربعاء والتي بلغت 259 مليون دولار. وقال البنك المركزي إن سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار في المزاد الذي شارك فيه 30 مصرفاً بالإضافة إلى شركة تحويل مالي واحدة. وأضاف البنك أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغ 212 مليوناً و200 ألف دولار، بينما قدر إجمالي البيع النقدي ب400 ألف دولار. كشف مصدر في اللجنة المالية النيابية عزم اللجنة اتخاذ عدة إجراءات للتقليل من بيع العملة الصعبة في البنك المركزي العراقي لتصل إلى نحو 100 مليون دولار يومياً بدلاً من 300 مليون دولار. وقال المصدر إن اللجنة المالية ستعكف خلال الأيام القليلة المقبلة على تقنين الهدر الحاصل في بيع العملة الصعبة الذي يجري بالبنك المركزي، مبيناً أنه من غير المنصف أن يبيع البنك أكثر من 300 مليون دولار يومياً دون أن ينعكس ذلك على الخدمات وواردات الجمارك والضرائب للمحافظة على سعر الصرف. وأضاف المصدر أن ذلك تسبب بضرر كبير للاقتصاد العراقي ومدخلاته التي من خلالها يتم تعويض موازنات الدولة. وصف الخبير الاقتصادي والمالي باسم جميل أنطوان الاقتصاد العراقي بالمشلول صناعياً وزراعياً وسياحياً، مبيناً أن استمرار العراق في الاقتراض الخارجي ستكون له تداعيات كارثية. وقال أنطوان إن العراق خارج معايير الاقتراض كونه يعاني من شلل في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وأضاف أن الاقتراض سيجلب كارثة للبلد وأنه على الحكومة تغيير الموازنة من الريعية والاعتماد على النفط إلى الاستثمار والتنمية وتطوير القطاع الخاص، بل وضرورة تفعيل دوره لاستيعاب الخريجين والزيادة السكانية ومواكبة النمو الاقتصادي. قالت وزارة النفط إنها تعمل بجدية لتأجيل تنفيذ مشاريع مد الأنبوبين الناقلين للخام من كركوك باتجاه ميناء جيهانا التركي ومن أرميلا باتجاه ميناء العقبة الأردني. وقال وزير النفط ثامر الغضبان إن وزارته أعدت خطة تقضي بتنويع منافذ تصدير الخام، إذ تعمل على تصدير النفط من حقول أرميلا باتجاه ميناء العقبة والإسراع بإنشاء الأنبوب البديل لتصدير النفط باتجاه ميناء جيهان ابتداء من كركوك، إضافة إلى ربط شبكة الأنابيب الداخلية الشمالية بالجنوبية. وأضاف أن إنشاء هذه المشاريع سيتيح للعراق قدرة المناورة والمرونة في نقل وتصدير نفطه لأسباب استراتيجية واقتصادية. أعلنت الحكومة في بغداد أنها اتفقت مع حكومة كردستان العراق على توحيد الرسوم الجمركية وإلغاء جميع نقاط التفتيش بين الطرفين. وأوضحت وزارة المالية أن لجنة الشؤون الاقتصادية اتخذت قرارها بتوحيد الرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية كافة ومن ضمنها منافذ كردستان العراق لاستيفاء رسوم جمركية وضريبة موحدة في جميع المنافذ وتنظيم سيابية دخول البضائع والسلع وتوحيد إجازات الاستيراد والوثائق والتصديقات المطلوبة بهذا الشأن. الآن نتابع إياكم أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.
وختام التقرير الاقتصادي. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.